معنا مستر جعفر. هذه متزوجة ولديها أطفال، رأت في المنام أنها تعرف رجل يؤذن أذان جميل في مجلس، فأقول الأذان ونحن الآن مقبلين على حج، يقول الله سبحانه وتعالى، يدل على الحج طبعا وعلى العمرة، قال تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والحج والأذان أيضا يدل على دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الرجل قد ترزقين أيضا بولد، قد يكون ولد صالح كما قال عليه الصلاة والسلام: إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فبالتالي الأذان من صفات الرجال الصالحين. قد ترزقين إن شاء الله بولد، قد يكون إن شاء الله صالح وداعية إلى الله سبحانه وتعالى، والعلم عند الله. نعم.